في الوسط المدرسي، كيف كيف القنا بالهندي، كيف كيف مادة المورفين ومختلف المواد المخدرة. وزيدا ما ننسيوش بيان سور باش نحكيو على بدايتها بالتدخين، من ثم ظاهرة الشيشة المنتشرة داخل المدارس والوسط المدرسي نتاعنا. خاصة الظواهر هذه هي من أكبر المشاكل اللي مالوغوزمون تنجم تتخبط في المدرسة التونسية نتاعنا، واللي عديد من أهل الاختصاص لاحظوا مثل هالظواهر نظرا لما تنجم تخلفوا هالظواهر هذه من أخطار ومساهمتها في تنامي الظاهرة بين الشباب، وتنحلوها بأكثر تفاصيل كيفاش تنتقل عدوى الظواهر هذه اللي منها هي تجي. خاصة إذا كان حكينا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ونحكيو على ظاهرة العنف المدرسي، ومنها ننطلقوا من نقطة هذه ممكن هي اللي باش تكون نقطة الانطلاقة نتاعنا خاصة في مؤسساتنا التربوية. نحاولوا نركزوا لكم شنو الأسباب اللي خلي مثل هالظواهر هذه تتفشى. هل أنه غياب الرقابة من العديد من الأطراف كالكسوة في الأسرة، هل أنه الطاقم التربوي، هل أنه المصالح الأمنية، هل أنه غياب القوانين الردعية، شنو اللي ساهم بصفة مباشرة وإلا غير مباشرة في انتشار مثل هالظواهر الاجتماعية اللي هي أصبحت من الحديث الراهن اللي قاعدين نحكي فيه ومن أكثر المشكلات المعاصرة اللي مالوغوزمون لازم كلمة حق تقال في هذا الإطار. سلوكيات محفوفة بالمخاطر منها اللي باش نحكيو عليها اليوم، تعاطي المخدرات بجميع الأنواع متاعها داخل الوسط المدرسي ووقت اللي نحكيو عليه فئات عمرية تكون صغيرة في العمر. هذا اللي باش نحاولوا نسلطوا فيه الضوء بيان سور مع تحقيق، وبعد بشوية نحاولوا نسمعوه مع زميلنا نصر الدين حميدة، سينون زيدا ميكرو تروتوار اللي باش يأمنه لكم زميلنا وسام القرقني، وباش تكون عندنا مداخلات قانونية في هذا الإطار مع القاضي معز الوسلاتي باش يحكي لكم على الجانب القانوني فيما يخص تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي. امنا خرجت من موزيكا ميزيرش بعد بشوية قتلك سي فايسل امنا ميزيرش تتدخل معنا في الموضوع. دونك هذا هو موضوعنا لليوم في منتدى الحياة.